تقبلتها؟ مباشر شنو؟ توجد دوار واصل. عام الإنجازات. أنا صرت واحد من عندكم. فكونوا على ثقة أني حريص على سمعة الجندي في آخر نقطة، ولا بد أن نتحمل ونتكاتف ونعمل سوية على تعزيز وضع الجندي أولاً، وضع الإداري والمعنوي، صعوداً إلى مكتب الوزير. بهمة عالية وبروح وثابة واستعدادات متكاملة لانطلاقة مشرقة في مستقبل جديد وواعد لوزارة الدفاع العراقية، يواصل وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي متابعة مجريات مراحل الأعمال التي انطلقت في الوزارة خلال عام الإنجازات الذي أطلقته الحكومة العراقية. كما أعلن الوزير عن إنجاز بعض المواقع التابعة للوزارة بصورة متكاملة، مع المتابعة المستمرة والمتواصلة لمواقع أخرى لا زالت قيد الإنجاز. المشاريع المشمولة بخطة العمل: أولاً مبنى الوزارة، وتم الانتهاء من مراحل العمل به بشكل كامل. ثانياً الكلية العسكرية. الأيام القادمة سيكون لنا دعم كبير لهذه المؤسسة لغرض النهوض بها أكثر وأكثر، وإعادة بناء بعض الوحدات التابعة لها من الكليات و البنايات المتهالكة الموجودة في هذه الكليات. تم تأهيل ساحة العرضات وساحة التخرج والمسبح والنادي الرياضي وقاعات الدروس، إضافة إلى بناء فوج نموذجي. ثالثا معسكر التاجي. ماكو أي شيء يدل على أنه احنا دخلنا معسكر سوى الملابس الخاكي والجندي التعبان اللي يدق الطريق لو صاعد بالكية ودافع الفلوس. تم إنجاز القاعات الرياضية وشوارع المعسكر وشوارع الزيتون وشارع الضباط بالكامل. أما بالنسبة للبوابة الجديدة وإعادة البنية التحتية من شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، فلا يزال العمل قائما بها. طولك سيدي وهاي سيدي الطريق يعني سهلت لنا هاي امور، وجاي ندعي لك بالصحه والعافيه سيدي. الله شاهد علينا وباكر عقبه سيدي وكلها مناصب سيدي. الله يسلمك سيدي ويطول بعمرك. رابعا نادي القادة. اعيد تاهيله من قبل شركه يوغو امبورت الصربيه، والعمل على تطوير جميع مرافق النادي التي تضم قاعات ومسرحا وشققا فندقيه. من الجدير بالذكر أن شركة يوغو إمبورت هي ذاتها التي نفذت المبنى في ثمانينيات القرن الماضي. كما أكد الوزير قائلا: عهدنا نفسنا والشعب العراقي والسيد القائد العام للقوات المسلحة أنه ما نترك سنة 25 إلا ونحن قد قطعنا شوط بعيد.